والله أنا أطمح للماجستير والدكتوراه. الماجستير والدكتوراه أنا هذه لي يعني نظرة مستقبلية كبيرة جدا إن آخذ شهادة الماجستير والدكتوراه بتخصص التربية الفنية تخصصي، نظرا لقلة الدكاترة الموجودين هناك ونظرا لأني أنا أعشق التربية الفنية نفسها. طموح وحيد وما عندي غيره. أحب الألوان، كل شيء لوني أحبه. دائما هو التصوير يدش هم معانا بالتخصصي، التصوير جزء أساسي من تخصصي، فلما أي أصور لازم أخذ المعلومات اللي أخذتها من تخصصي. من ناحية إذا أنا بصور صورة لازم أخذ الأبعاد، أخذ تباين الصورة، أخذ الألوان، أخذ الأشياء اللي أبي أظهرها والأشياء اللي أبي أخفيها. فالتصوير عندي أهم من جزء أساسي بالتخصص. يعني أنا دشيت التربية الفنية وأنا عارف أن التصوير هو جزء أساسي لازم يكون من ضمنها. أترك أثر بالدولة، يعني ما أطلع من ما يعني مو بعد رحيلي، بعد رحيلي يقولون هذا إنسان يوزلس أو ما سوى شيء بالديرة. فأنا حاب أن أطلع من الديرة، أو أن إذا الله أخذ أمانتي من الديرة يكون لي أثر بالديرة. هذا طموحي. على أساس الناس باكر لما تتذكر، يعني لما تشوف هالشغلة هذه تقول إيه هذا فلان عرف يشتغل بالديرة، هذا فلان عرف ينمي، هذا فلان عرف يسوي شيء مميز بالديرة، في شيء إيجابي سواه بالديرة. مو نظام إنه مثل ما يقول لك إنه تأكل وتشرب وخلاص وتنام. ما عندي أنا الشيء هذا، لازم يوميا يكون عندي عمل، يوميا أترك أثر حتى بالبيت، بيت أهلي، بالكلية، خارج الكلية، المهم أسوي شيء باليوم. أنا هذه قصتي، وراح أشوفكم إن شاء الله في السباق الوطني المشي.